أنا أرى من أجل أن أختصر الوقت وتذهب إلى الضيف الكريم، أنا أرى أنه طيب. أغلب النجاحات حققت على المستوى الخارجي. أنا أشوف بأنه المستوى الخارجي قد يكون هذا الرجل نجاح تام في هذا الموضوع، نجح بعلاقاته ويا إيران ويا السعودية ويا أمريكا، مصر، الخليج، هذا الموضوع أشوفه نجح به وقدر يعني خلينا نقول قدر يرجع العراق إلى الحضن العربي بدون أن يفقد الحضن الإيراني. صراحة أنا تعرفني صريح ببرنامجي يعني أتكلم الحقيقة، فلذلك شوف ما ساءت علاقته لا ويا تركيا لا ويا إيران لا ويا يعني أنا أشوف في هذا الموضوع. أما في الداخل، داخلنا صعب أستاذي، وهذه الحكومة بعد 2003 قد تكون حكومة مدنية ليبرالية، فلذلك ليس من السهولة أن تنجح في ظل توجه إسلامي واضح في موضوعنا. يعني خلينا نكون واضحين، يعني أنا أتمنى أنه نشخص الأمور بشفافية من أجل أنه الجميع يعرف هذا الشيء. فلذلك الرجل دائما يقول أنا جيت من أجل انتخابات، حققت لكم انتخابات وخلص، هذا موضوعي. أما ما صار داخل البلد داخليا، هذه بعد أنا يعني يعتبر نفسه أنه مو غير مسؤول، لكنه إضافات أضيفت له بالإضافة إلى الانتخابات.